ومن الاهلي للزمالك، كارتيرون بيمنح الاداره الضوء الاخضر لحسم صفقه محمد ابراهيم. ظهرت تقارير في الايام اللي فاتت عن انه كارتيرون بالاسم طلب بلاي ميكر صانع العاب، ويعني كان في بعض الاصوات او الترشيحات لاثنين من اللعيبه المتالقه جدا او اللعيبه المهمه في المركز ده في مصر. محمد ابراهيم ابن الزمالك ونجم سيراميكا كليوباترا الحالي، وصالح جمعه نجم النادي الاهلي السابق. الترشيحات اكتر رايحه لمحمد ابراهيم، ده بناء على ايه؟ بناء على انه طبعا عنده افضليه باعتباره ابن النادي، على انه كمان اشتغل مع اسامه نبيه في فتره تالق محمد ابراهيم مع فييرا البرازيلي، وواحد من اللعيبه المهمه اللي ليها رصيد في الزمالك، حقق 8 بطولات مع النادي ونشا في الزمالك وترعرع وكبر وتالق من خلال اول مدير فني اداله الفرصه كابتن حسام حسن، لكنه واحد من اللعيبه المهمه جدا. زي ما قلت لكم كان في بعض الشيء، مش عايز اقول مقارنه، لكن الترشيحات كانت للاثنين، محمد ابراهيم وصالح جمعه. وصالح عشان بس نجيب من الاخر، تم جس نبضه عن طريق اخوه بقى، عن طريق وكيل، عن طريق وسيط، ايا كان. لكن هل عندك مشكله انك تكون موجود معانا، او عندك الرغبه انك تكون موجود معانا السنه الجايه؟ قال لهم طبعا، ومين يرفض الزمالك؟ محمد ابراهيم نفس الكلام، عندك مشكله انك ترجع او عندك الرغبه انك ترجع؟ طبعا، ده منايا واملي ان ارجع اختم حياتي الكرويه في نادي الزمالك اللي تربيت فيه. فالقصه هنا بقت في ملعب كارتيرون، او الكوره في ملعب كارتيرون، هو اللي يختار. بالنسبه له محمد ابراهيم اكبر في السن شويه من صالح، لكن عنده افضليه، عارف النادي وفاهم النادي وعارف الجمهور ولعب كتير في النادي، تألق من خلاله واحترف بره، ما كانتش تجربه موفقه مع ماريتيمو البرتغالي، لكنه لما رجع كمان كان لعيب مهم جدا في اكتر من فتره مع اكتر من مدير فني سواء مصري او اجنبي. وبالتالي سيتم يعني اللجوء بقى لمفاوضات مباشره مع نادي سيراميكا كليوباترا علشان يشوفوا مين هيكون موجود من الاثنين. زي ما قلت لكم، الافضليه حاليا لمحمد ابراهيم، وهو سبق صالح جمعه في الترتيب، لكن صالح تم جس نبضه. انا باكد لكم على المعلومه دي، تم جس نبضه، هل عندك الرغبه انك تكون موجود معانا في الزمالك؟ وقال لهم طبعا، ما عنديش اي مشكله، بل اتمنى ان انا مين، يعني مين اللي يرفض الزمالك. فهنا القصه بقى هتتوقف على مدى احتياج كابتن ضياء السيد في سيراميكا كليوباترا لمين في الاثنين اكتر، وانتوا عارفين طبعا علاقه كابتن ضياء بمحمد ابراهيم.